الجيش الجديد، وجينا اليوم ناخذ غراضنا لضيفتنا. ضيفتنا يلي كتير ماشي على الاتيكيت، كتير بتعلم الاشياء على الاصول، كل شيء على الاصول طيب وحلو. والشيف انطوان بيعمل اكلاته على الاصول، وانت الاتيكيت بطريقه الاكل. بس اليوم في اكله وحده مش رح تزبط معنا على الاتيكيت، تزبط بس اطيب اذا بناكلها هيك بايدنا. نعمل هيك، هاي لازم نودي السيف، وطالب الصيادية، وطالب شوربة البطاطا مع الكرفس، هوريك بناكلهم على الاتيكيت. بس زنود الست فينا نقص بالشوكة وناكل، بس أطيب وأطيب. ياي 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 برمضان، بس نخلص ونخلص هالأكل بهالإفطار، نشيل زنود الست الغطاء بالقطر. شو طيبة هاي، بخشيلي لي إياها من الاتيكيت، مضطرين شو بنعمل؟ مرة واحدة مرة واحدة. ست كارمن، يا ست كارمن، الاتيكيت غير شكل. أنا بحب الاتيكيت، بس أوقات لا، بحب أطلع هيك على الجبل، أقعد بمحلات ما يشوفني حدا، أقعد أكل بشغلي أتهنى فيها. هلا مثلا زور الست، أنا يحسوي لك إياها، يحسويها، بس أنا بحبها هيك غطة بالقطر وأكلها. مش أكيد مش من الناس، مش يكون في كتير ناس وناطرين، لا لا، ساعتها هيك بالشوكة والسكين على الاتيكيت. بس أنا بحب، مش بعمل لي أقعد هيك بالجبل مع هوا نقي، يكون كل شيء منيح وغير شكل. يا حامل لي زنود الست، بس هلا رح نبلش بشربة البطاطا والكرافس. طيب كتير رح نعملها الاتيكيت. بدي اياه بده يكون مكوي راس البطاطا، مكوي وملمع او مبخوخ ومكوي، يطلع على الاتيكيت. كيف يطلع على الاتيكيت؟ هاي وبدها الست كارمن لشربتها كرافس. هالسيلوري كتير 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 مغذي، كتير منيح يشحفي. وهلا بدنا نجيب لها السمك، ان شاء الله نحظى بسمكي غير شكل. طازه بدي اخذ لك اياها، طازه. شو نمري على الشيف انطوان تقول مش طازه السمكي؟ لا، الشيف انطوان ما حرم بنمر علي على الاتيكيت، مثل ما انت على الاتيكيت بالشرح، الشيف انطوان بكل تحضيراته على الاكل كمان بالاتيكيت. هاولي صغار خارج قلي، نحن قلي ما بدنا، بدنا سمكه حلوه للست كارمن حجار، هيك كبيره هيك. اوه، رملي اياها شوي لشوف. هي السمك النضارة الموجود فيه، بيبين على الطزاجة الموجودة فيها، تستاهل يا ست كارمن. مظبوط انت على الاتيكيت، والله وفقني ولقيت لك سمكة كمان كتير منيحة على الاتيكيت. غسل لي اياها، امور معروف، جوف لي اياها، غسل لي منيح بطنك كتير، لانه طايفتي نيئة نيئة يا ست كارمن. بالاضافة لزهر الليمون لزنوري الست، لحط له فستق حلبي هيك زيادة، ليكون الاتيكيت كتير ماشي مع النوع الحلو. زنود الست، زنوده كله للست، كله بنحط عليهم زهر الليمون وفستق حلبي. وبنجي للحليب، يا الحليب، هاي الحليب بنعمل فيه القشطة لزنود الست. فينا نعمل زنود الست بلا قشطة؟ ما فينا. هون عنا مظاهر وموارد، مظاهر وموارد، هذا موارد وهذا ماء الزهر. ياي 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 ياي. كمان بدنا للقشطة نشا الذرة، هي نشا. بعد بدنا زيت وبدنا سكر. معقولة ما نعمل قطر للقشطة؟ ليك ليك شو حلو، نضيع اللبنانية زيت. هلا منجيب زيت ديروني ومنكون تقريبا اغراضنا خلصوا. طبخاتك بجان منه؟ طبخاتي منيح؟ مش طيبين عم بيقولوا يجوزك، انا هيك خبرني، لا. يعني مش عم تعملي اكل طيب. بتعلم منك معقول؟ بقى فكر هيك، هاي عجبتني، طقي يا هون، نتعلم منك، معقول تطلع طيبه؟ برافو عليكي. شو بنعمل؟ برنامجنا على الجديد يوميا، عندنا ضيف جديد ومجبورين يجي على هابي ياخذ له الاغراض، بدفع الكارت وخلص. ست كارمن، يا ست كارمن، تعبتينا بغراضي، كلهم على الاتيكيت جبتهم، وحدي ورا وحدي، دعسي ورا دعسي، غرض ورا غرض،
كلهم بالتسلسل التدريجي من شان ما تنزعجي وتقولي شيف أنطوان عم بيحضرني بدون اتكات، ولكن يا حاكل أنا وياكي على الإفطار زنود الست من دون اتكات وانتي ملكة الاتكات. من حيكون عبر شاشة الجرير رح أكون معكم طيلة شهر رمضان المبارك يوميا مع أحلى الفنانين مثل الست كارمن. الاتكات من الساعة 12 الساعة 1:30 مباشرة على الهواء، بناخذ اتصالاتكم المباشرة. أهلا وسهلا فيك ست كارمن. أهلا وسهلا فيك. كيفك الاتكات معي؟ نشكر الله، نشكر الله، حبيت كتير هالروبوتاج. حبيتي؟ ايه. ليك زنود الست هلا في ملاحظات بس يلا هلا بنحكي فيها. ايه. زنود الست حلو بالاتكات، بس أنا بحب يكون في حدا شيلوا هيك ياكلوا. أكيد صحتين. وانت لازم كمان ما يكون في حدا منشيل الاتكات على جنب وبناكل وحده من مرقه لننبسط فيها. فينا ناكل قصص كتير بايدنا. ها برافو عليك. كيف لكين؟ مش كله بالشغل. جايب الكتاب معي. انا مختار الكتاب بالاتكات. أداب المائدة. ايه بس بدنا نحكي شغله هلا، مش كله بالشوكه والسكينه، في قصص بالشوكه والسكينه، في قصص فينا ناكلها هلا خلال الحلقه بنحكي فيهم. ايه اول شيء بتحبي تتفضلي معي على المطبخ؟ ايه يلا يلا، شرف لإلي. تسلمي تسلمي. دعيوني. ليكي شو عاملين؟ عاملين هون الغراض كلها محضره لشورب الكرات والكرافس، البطاطا والكرافس. لك السمك شو حلو، لك السمك حلمين. بيحكي لوحده. بس ليكي لأعمل لك شيء على الاتكات مظبوط. اضطريت انه اجي اجي على الاصول، اجي قبل بوقت مثلهم زيتون عملتها هون. ليك لانه بدي اخذ الجلد والحسك وارجع اغليه مع البصل مواد عطريه لنعمل منه الرز والصوص. شو هيك معقول اعطيها؟ مش بتقدمها مثل ما هي وعجنها بالرز، هلا بدنا نتعلم منها. يلا ايه يلا نتعلم. اول شيء بدنا نبلش بالشوربه، نبلش بالشوربه بدنا نحط مي ونحط العظام لنشيلهم زفرتهم. عظام السمك. عظام السمك. لا سوري، عظام الدجاج. هلا عندنا الشوربه تبع البطاطا والكرافس لتطلع طيبه بدنا نحط مرقه الدجاج. إذا عنا عظام بنحط، إذا ما في بنحط كم جالح. مظبوط. وهودي من بس بتطلع طيبة بقلية بصل. بتطلع بقلية بصل بس هيك أطيب. أطيب. في طيب وفي أطيب. في أطيب. إيه. لهيك نحن أنا حبيت أعمل لك الأطيب أحسن ما بعدين تقولي لي مش كتير طيبة. طلعنا على الشيف أنطوان بيقولوا قديش بيقولوا عنه شاطر، أكلنا من أكلاته مش طيبين. لا بالعكس بالعكس، أكلاتك كتير كتير طيبة. هلا كمان بنبلش بالسمك. أنا أحبلش أنت بس خليكي تفرجي علي. يلا لانه ما بدي اوسخ لك ايديك بالسمك. بعد شوي بعد شوي. ايه؟ بعد شوي. هلا انا بدي اشتغل وحده. نخلط اول شيء بالاتكات 9 ملاعق ملح صغار. ايه؟ مع ملعقه بهار ابيض. اوكي هيك تتوزع التوابل المضبوط عليها للسمكه. للسمكه ومنحضرها. اكلي لي الجبل. شوفي 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 من الجبل اليوم جبته. ليكي شمي هالريحه بشرف واعطيه الحقيقه. شوفي هالريحه كثير كثير طيب، الريحه كثير طيب، وانا بستعمله هيدا صراحه. ها شفت ايه. طيب برافو عليك. جففه وبستعمله. اه؟ وانا بستعمله اخضر وبستعمله بدون ما يكون مجفف. هول الملح والبهار اللي حكيت عنهم حطي لي اياهم هونيك اللي معروف حدي. يلا شو حلو الترتيب. ها شايفه كله على الاصول، كله على الاتكات، كله على الاصول. تفضل. هلا هي السمك كتير نظيف، بدنا نجيب ورق زبده بالاول. هلا في ناس بحطوا له دغري ورق الومنيوم، غلط. أي. لازم ورق زبده لنحمي ورقه الالومنيوم منها. اوكي بتحط ورق ثاني. ورق ثاني. ورقه الالومنيوم. ورقه الالومنيوم بتحط زيت لما يلزق، هيك اضبط واصح. هيك بتبطل نحط زيت. أي. وفينا نحط زيت مثل ما بدنا بنعمل، شو ما بدنا بنعمل. أي. كل شيء قدامنا مباح. ترانشيت. شو الترانشات الحلوين مقصوصين على الاصول على الاتكات. على الاصول على الاتكات. ما ترضي ليكي. السمكه قبل ما شلتها من البحر كانت عم تاكل اكليل الجبل، لقطتها وشلتها بالصناره. برافو عليك. بنحط ملح وبهار هودي بنستعملهم بالطريقه هاي للسمكه. بنحط معها، جيبي لي اكليل الجبل من هونيك عمل معروف. عندك عندك برافو. يعني. موجود عندك. خلص خلص بزياده. هلا السمكه الثانيه. بنحط واحد هون واحد هون من اكليل الجبل. من جوا هيدي الحامضه ما بنكبها هاي. مش بخل. مزبوط. بس وين بنحطها؟ ببطنها. حلو الواحد يكون اقتصادي. برافو عليك. بس جبتي لي هون احط واحد اكليل من هون. فوالا. هلا بلفها.
بصل بقلبها بتنحط ولا بتمرمر؟ فينا نحط ايه. بس مش ضروري. ايه عم بسأل انا بس انه ايه. فينا نحط ايه. منه غلط اذا نحط يعني بس منه ضروري. اوكي هلا هون مرتين بدي اعملها. اول مره عطوله بالهي وثاني مره لاحمي اللحم. كيف يعني لاحمي اللحم؟ هلا اللحم تبع السمكه هو بالنص. هو بالنص هون مزبوط. هلا اول وحده لكلها سوا سوي عليها بس من هون ما بتطالع كثير. قليلة العرض. قليلة العرض. بدك شقفة تانية؟ بدي شقفة تانية. مني معروف ولا سكرتها من هون وسكرتها من هون بهالطريقة بعد 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 يلا منشد. هيدي لك كيف بعملها هلا لأحمي اللحم أكثر هون عالنص. هي وين اللحم؟ هون صار شوي ذنب وهون صار شو راس. مظبوط. وقت بعمل هيك أنا بكون عم بحمي اللحم لأنه أنا أساساً بدي شيل هاللحم منها وسويها. هيدي هي سمكتنا يلي نحن شو عملنا مثلها وحطيناهم جوا لنقدر نشتغل فيها. مزبوط. والصيادية فيها تنعمل بفيلة بدل ما تكون السمكة كبيرة ولا الأفضل إنه تكون هلا الأفضل يكون فيها حسك. يكون فيها حسك جلد. هلا إذا عملنا بالفيلة سؤالي كتير مهم. إذا عملنا بس خدي قولي اتصال قولي ألو. ألو ألو بونجور. بونجور. الو الو بونجور. ايه حبيبتي بعتنا على الخط. الو ولا ست كرمن حجار كلها معي الاتيكيت كله من جديد معي كل يوم. يا اهلا وسهلا تفضلي. الو بدي عزمك وقت التلفزيون. ايه صباح الخير. صباح النور. كيفك شايف انطوان؟ منيح. انا كل يوم معك يعني عتقاله على تسلمي تسلمي. بدي اسالك شايف انطوان حبيبي عمل معروف كيف على الصيادية. نعم. وما تطلع معي مخبوسة ما بعرف ليه. بدي اضربها لتخبص. اضربها انا وست كارمن هي بتساعدني. هي بتساعدني على اطيب صيادية. على اطيب صيادية. اليوم الصيادية ما تطلع غير شكل. اول شيء من شطارة الشيف انطوان ومن اتكات ست كارمن حجار غير شكل بقى تطلع على طول طبخاتك. يلا عندك سؤال شيء تاني للصيادية عم نسويها. وهيدي السمكة اللي لفيتها قدامكم والتاني في عندنا هون سمكتين حاطينهم بالفرن ليطلعوا هلا. في شيء سؤال تاني عيني؟ هلا بطلت على الخط. لكن فينا نستعمل الفيليات بس نحن بدنا العظام لنقدر نعمل الرز عليه. بدنا عظام السمك. هلا في حال جيبوا فيليات سمك تشتري رخيص اصغر شيء نوع بذره يا بذره او ذكر جربيدي او غبص شو ايه بس وايه 200 جرام. اوكي بتعملي البصلي وبتعملي بتشوفي لما كيف بنعمل مع الحسك نزوم تعطيها حلوه هالتبس هيدي. ايه هيك كثير حلوه. هلا بنحضر لزنوري الست. منحط نص لتر حليب بالاول لنعمل مرحلتين ومناخد اتصال. الو مرحبا شيف انطوان كيف؟ مرحبتين يا اهلا وسهلا فيك على الجديد. انا الي رزق جوزة للست كارمن وبدي اتشكيها عندك على الهواء. يلا يلا هلا شوف بدي طعميها زنود الست بدون اتكيت. كيفك الي؟ الحمد لله شيف شو منيح؟ ليك انا باكل الرز بالملعقة وهي بطلع مني اياه بالشوكه. عجبك؟ عجبك عم بتشكي. بدك المزبوط. الله يساعدك. الله يساعدك. الاتيكيت كله عندك اللي بتعلمه لكل العالم موجود بالبيت عندك. مزبوط. كيف ما بدك تتحرك بدك تمشي على الاتيكيت. لا على الاتيكيت. لا هلا هو بيقول لك لا هلا هو بيقول لك لا مزبوط الي بس ليك ليك هلا انا ليك هلا مش معك انا. الرز بيتاكل بالشوكه. انا ما شفت كيف انا سكتت. هلا اذا عم ناكل الشاورما الشاورما بدها بالملعقه. مزبوط. هذا كنت جيد الضاري فيك شيف يا خي. انا بحكي الاصول. انا بحكي الاصول. طيب ليش انا بحب افصص بايدي؟ ايه مزبوط. ليش بحب افصص بايدي؟ برافو. هيك لك شو بتعمل؟ ما بتخلي حدا من الضيوف موجود وبتقعد لوحدك. لا فيه ياكل وفيكي ما قدامها وتفصصوا بايدك وبتاكلوا. ما في مسموح الي ما في مشكله. عم بتشكيني يا الي. عسلامة عيني. عسلامة عيني. يلا الشغلة الثالثة الي شو للوز؟ خلص تبعنا حنصير ناكله بالشوكه. ايه الرز اطيب بالشوكه. هلا هي مثلا فاصوليا ورز بدها شوكه.
شوربه بدل ملعقة. مظبوط. شفت ما انا قلت فصول يا ولد مش... بدها شوكي بدها شوكي ايه. مش انا اللي عم بحكي شيف انطوان. الرز في بيكون زوم بالفاصوليا خفيف مش كتير، هالزوم بيشربوا الرز وتشيلوا معه بيطلع اطيب. انا ما قلت شيء، شيف انطوان عم بيحكي. لما الشيف انطوان بيقول لا. كنا لازم نمشي. تسلمي تسلمي يا عيوني. ما هو بيحكي. تسلمي تسلمي خجلتينا هي. هي الحليب للقشطه. ثانك يو فور كولينج. يا اهلا وسهلا. يلا اهلا وسهلا فيك حبيبي. هلا شوفي شو بدنا نعمل. تناجر تناجر بدنا. بدي نعمل لا شوي صغير للطاجن. نعم قصة الرز عملت لنا هيك شوشرة. هلا انتهى شوشرة خلصت. هلا خلصت. ايه بس ما هلا في مثلا بالدول العربية في عندك المنسف الأردني ايه. في عندك بالسعودية هون ساعتها طبعا بدنا ناكل كيف الرز كمان بالشوكي بإيدنا بالإيد بنبرق. بدنا نحترم العادات والتقاليد. هلا هن بيعملوا ايه. هيك اوكي لما هن موجودين معهم. انا موجودة بمجلس عربي عم بياكلوا كلهم عم بيمدوا ايدهم وياكلوا بالايد ايه. بدي اكل مثله نحترم مظبوط ايه بدنا نحترم ما فينا نجي بس اذا عملناه هون عندنا وين الشوكه وين السكينه لا اذا عندنا بلبنان هون لا بيمشي ايه. خلص نحن قاعدين على طاوله بس اذا كنا معهم ايه اكيد معك حق 100% شيف انطوان اذا نحن قاعدين على طاوله نحترم الطاوله وبناكل بالشوكه والسكينه عادي يلا هي البصل يلا. كمان هون الصيادية كثير بتقصهم جواني بقصهم جوانح ليطيروا هيك ويشدوا اهين اهين شيء اهين بالجوانح هي بدها جوانح هون تزعل تزعل هي لانه بلكن بدنا نرجع نخلطهم مظبوط لا. لا بس هي بطريقه ايه هلا بتشوفي كيف تطلع بجات بتطلع كثير مميزه وبنحط عليها سنوبر مقلى غير شكل غير شكل ولهيك خصوصي سنوبر الجديد ما في منه سنوبر قلت له بدي سنوبر جاي الاتيكيت كله لعندي قلت لي خلص للاسف هالقد غليان هالسنوبر غليان غليان لا روحي كثير ناس ما بتعرف تطبخ الا بسنوبر الكبه بسنيه اللحمه بعجين بس ليكي مشى حاله شوي نزل شوي صار بال 45 دولار 40 دولار والله نحن منجزين بدك كيلو جبت لك؟ ايه يلا يلا نحن منجزين عم تمزح خلص ولا يهمك انا اللي رح جيب لك نحن بمنطقه جزين انا من ايتوله بقى اكبر حرش سنوبر بقى من اطيب سنوبر هو سنوبر منطقه جزين جزين بيقولوا روم كمان المنطقه ايه روم كمان قرني الليكي وراس المتن كمان منيحه مش عاطله مش عاطله يلا هلا بدنا نشيل الزفره يلي هي طلعت وين معنا انا بدي خبرك خبريه خبري وانا عم بشتغل ايه انا فيجيتيريان بسكتين يعني باكل سمك بس ما باكل دجاج ولحمه ليه ايه من الاساس قصه طويله من الاساس بس الشوربه بعملها بقليط بصل شو رايك تطلع طيبه كمان تطلع طيبه ايه بدك هيك بلغيها هي دغري لا لا بلغيها لا لا بس انا عم اقول لانه الناس صايمه وبدها ايه تفطر مزبوط خلي يكون شيء مغذي لها مزبوط هيدي لهيك نحن بنقول لما عم نعمل عزايم على الافطار او برات الافطار عم نعمل عزايم ست البيت لو كان هي اكله صحي ما بتطبخ بدها تعمل شيء يليق بضيوفها اكزاكتلي بدها تعمل ايه شفتك شفت كيف بدها تعمل شيء على ذوق ضيوفها هي ما بتاكل لحمه مجبوره ايه. يكون في بدها تكون حاطه لحمه شو لك ما بتاكل دجاج مجبوره يكون دجاج شوفي هون شو بدي اعمل ايه بدي احط خل هلا يلا غلى الحليب حركي لي حركي لي هون يلا يلا ها نطفي النار بنحط خل شو بيعمل بيقرش بيقرش بنصفيهم لنستعمله مع القشطه يلا رح نتوقف عم حتى اعلانيه ومتابع حلقتنا انا وملكه الاتيكيت الست كارمن حجار تسلم ملك تسلم تسلم هون هالبصل منتابع حلقتنا عبر الجديد قليناه بشيل نصه للسمك هيك قليت فرد مره حاولي شوي للسمك وهون بنحط مي خليه يستوى البصلات لضيف عليهم طحيني وعصير حامض عم نعمل هون طحيني وعصير طاجن طاجن عم يعني بعملهم صلصتين اليوم انا ايه. هيدي هون بدي ازيد هول الحليبات
هلا ست البيت اذا عندها عزيمه اول شيء بتخلص ال بده وقت. ايه اللي بده وقت بعدين ال هلا عم نساوي العشطه. ايه حليب نص لتر مزبوط، حطينا نشا ذره 3 ملاعق سكر، ملعقتين او 3 ما بيأثر، 3 ملاعق كمان طحين فرخه. مزبوط، بنحركهم. حركي لي اياهم بهالشريط لنساعدك بهالملعقه. اوكي من اللي معروف شيف انطوان، بنستعمل الملائع الخشب ولا انا بفضل الحديد؟ لا حسون ما بينضفوا كتير وبيطعموا. لا ما بيطعم. لا بس تحب فيهم مزبوط ما بيطعم. هلا هون شو بعدنا قصنا؟ هل يلي قرشناها مزبوط، هذا صفيناها نجيبها بننزلها هون. هلا قبل ما يخلصوا هيدا. ايه ليش صارت تعطيني طعم كتير طيب مثل قشطة السوق صارت، يعني مزبوط. احلى المحلات هيك بيساووا. ايه يعني نص لتر كثفناه خليناه يفرط وشلنا منه الكازيين واللاكتوز خليناه هون وهون ضفناهم لهون والمي كبيناه. اوكي بتعصبي شيء اذا حدا وقف معك بالمطبخ؟ لا إلي بس إلي إيه مثلا؟ لا بالعكس انا بحب يوقفوا معي بالمطبخ بس الضيوف ما بحب ضيوفي على عزيمتي. اكيد اكيد يفوتوا على المطبخ. انا ما بحب الضيوف، لازم دائما بوصي انا اذا نحن ضيوف عند العالم ما بيسوى مثل ما بيقولوا ما بعرف شو الكلمه انه منفوت على المطبخ هيك لنشوف شو في شو عم بيصير. ناخذ الافضل انه سوري ايه يلا الافضل انه يضلوا ضيوف يعني بالصالون. ايه مزبوط، او يطلعوا يشموا الهواء هيك الهواء الطلق، خاصة اذا ست البيت قالت لهم او يحضروا الجديد يقعدوا بالصالون الثاني ويحضروا الجديد ويشوفوني انا وياكي على الهواء. ناخذ اتصال. الو الو بونجور. بونجور شيف انطوان. بونجوريني، اهلا وسهلا فيك حبيبي. الو شيف انطوان معك. نعم اهلا وسهلا فيك. عم اقول لك بونجور، كيفك؟ منيح كتر خير الله كتر خير الله. وبلا بونجور لضيفتك يا شيف انطوان. تسلم تسلم. يلا هلا ورقه الغار هون، برافو. والمواد العطريه ان شاء الله بنقعد عليك يا شيف انطوان. وعليكم الصحه والعافيه. وعليكم. كان بعيد الفصح لجميع الطوائف وان كان برمضان. شيف انطوان ارزك بخدمه بس لو سمحت. لك تكرم عيونك، قول بس شو بدك. انا صياد يا شيف انطوان ووسط بطه. نعم. مش عارف كيف بدي اعملها. يلا تكرم عيونك. تقريبا وزنها قد ايه؟ نزليهم كلهم اعملي معروف. تقريبا وزنها قد ايه؟ فيني سؤال تاني يا شيف انطوان؟ نعم. شو قلت لي؟ انطوان مش نعم شيف انطوان فيني نعم. فيني سؤال تاني لو عزبتك؟ تكرم عيونك، الجديد بيعمل 3 مش 2. 3 اسئلة يلا تفضل قول شو بدك حبيبي. قديش فيني احفظ العصافير بالفريزر يا شيف انطوان وكيف الطريقة؟ قديه وقت؟ بريشهم ومنظفين او بلا ريشهم ومنظفين؟ في فرق. بريشون ومنظفين؟ ايه منظفين، انا بجيب منتوفين خالصين يا شيف. منتوفين خالصين، كانوا شي بالفريزر او لا قبل؟ الو كانوا شي بالفريزر او لا؟ لا اكيد لا. اذا تفرزوا بطريقة صحيحة بيعدوا 5 اشهر، يعني بتجيب صينية بتحط نايلون عليها بتفرد العصافير حد بعضهم منظفين اكيد وكل شيء وفيهم اي جنس الماء نشفين، بعدين بتضيف بتحطهم بالفريزر 3 ساعات 4 ساعات ليجمد كل عصفور لوحده، ترجع بتحط كل 10 و12 مع بعضهم بيهدوا 5 6 اشهر. تكرم حبيبي. ايه ما بيسوى تكون الشغلة مفرزنة. ايه نرجع ننزلها ونرجع نرد على الفيزا. ليش بسأل انا؟ لانه صار لها نتيجة. ايه اكيد. هودي قربوا يطلعوا. هون بدي اكسر الطحينة انا بس بدي احط لها ملح كمان.
هدول بعد ما شدوا. يلا هلا بيشدوا. هولي تلفن جوزك وقال لهم ما تشدوا، عذبوا لي اياه. لا لا تعذبني. لا بالعكس، هاني 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 هاني. يلا شايفيها كيف صاروا؟ ايه. اول شيء بنكسرهم بنتفه ماي، اذا حطينا دغري حامض بيعذبونا. ايه. بعدين نضيف حامض. اول شيء ماي وبعدين شوي ماي. ايه هالاتيكيت بالشغل. يلا خبرينا شو عن بعدني بهالعمر وعم بتعلم. ايه. لا حلو، كلنا بنتعلم وانا بتعلم. ايه شو بدك الاتيكيت عندك؟ قال بالولايم حضري قولي لي اذا كان في بالولايم الحضور. هلا عرفنا اذا كنا بمنطقه الخليج وهن بياكلوا المنسف بكونوا مغسلين ايديهم وبياكلوا دغري، نحن بدنا نعمل مثلهم. بس مزبوط هلا ما فينا نطلب منهم وين الشوكي وين السكينه. هي ما في ياكل. اهم شيء بالاتيكيت نحن ما نشوف حالنا على العالم، على عكس ما الناس مفتكره انه اتيكيت يعني انا فوق اباف كل الناس. لا هذا شيء ما شيء غلط. مزبوط شيء غلط. وكان عم بيسال الي عن الدجاج. طبعا الدجاج اذا كنا بمطعم شعبي فينا نشيل الدجاج كلها بالايد الفخذ. نعمل له هيك مثلا. طيب فينا ناكل اشياء كثيره بالايد اذا كنا بشعبي مثلا. رحنا على محلات مخصصه لهالشيء مزبوط. فينا ناكل اللوز، فينا بطاطا لها بلا كفوف كمان. بالعكس الكفوف بغير الطعم. ولا لا شيف؟ لا يعني نحن الكف عم يمسكها بالطرفه بس تساعدنا منشان انه ما نمسكها بايد. فينا نمسكها بايدنا لما نقول بايد يعني بالاصابيع، بروس الاصابيع مش بالضروره بكل ايدينا. بقى السمك المقلي فينا ناكله بالايد كثير اوقات. طيب ما بيتاكل بالشوكه بالعكس اذا صغير. اذا صغير ما بيزبط معنا. هيدي عوايدنا نحن ناكله بالايد، نفقفقه بمطعم شعبي عم ناكل سمك مش غلط ابدا. اذا رحنا على اوتيل خمس نجوم ومعنا سفره ومعنا وزراء ونواب، لا هن يفقوا لنا اياه. مش رح يعطونا سمك للتفقيه، بيعطونا فيليه او اشياء مفقيه. هون بدي ملح بعد، انا ما حطيت ملح. يلا يعني لو عم بمشي معك على الاتيكيت بس ما عم بنسى شيء. لا لا ما بدنا ننسى شيء، بسم الله عليك ما بتنسى شيء. بنقول الو. الو بحط ملح. الو الو مرحبا. مرحبا معك يا ابو احمد من بيروت. يا اهلا وسهلا بابو احمد. كيفكم؟ نشكر الله. كنت انا طلبت من الشيف من كم يوم يعمل لي اكله البسمشكات. بسمشكات هيدي لك شو هي؟ ايه لا طول بالك، قبل بدي ابعت سلام لعائلتي بمصر عم يحضروك هلا. نعم بدي سلم على احمد الشبلو. وانا كمان بوجه لهم تحيه لكل يلا عم تشد بس بعد خلي. وانا كمان بوجه لهم تحيه لاحمد الشبلو. قل له لاحمد الشبلو. احمد الشبلو شبلو شطلو شبلو شبلو شبلو. يلا وانا ساتي اللي بتعمل البسمشكات ناطرك حبيبي. يلا بخاطر عيونك حبيبي. هون تحية لكل اهالي اهل مصر اللي بيحضرونا. بسم الله عليك من كل العالم بيحضروك. تحياتنا لكل اهل مصر والخليج. دايكي شو صارت بتجنن منزلها هون. انا حضرت لك الجار. انا مفكره انه على المسقع منزيد ال لا كله كله الزبنين. حبيت كتير، شفت انه عم نتعلم. يلا انا الوالد الله يرحمه. نعم انت عم بقول لك هيك بيقعد ينطرك. كان على تلفزيون لبنان وعيط له يا اليز تعي شوفي شيف انطوان شو عم بيعمل، بدي تعملي لي هيدي الطبخه. الله يرحمه تكون نفسه بالسما. بقى ربيانين على طبخاتك. طبخاتي انا ماني اكبر منك بس انه ربيانين على طبخاتك. لا ما اكبر منك. انت زغطوره بعد. لا لا هلا خلاص هولي نغلي ونضربي من الوقت. بدي اجيب جات. خلص هيدول. نعم هيدي نحن عم نعمل الطاجن. هلا بدك تعمل غير طاجن؟ بدنا نعمل صلصه ثانيه. كثير شغلات كثير. يلا بدنا نساوي. بننزل الطاجن هون. يلا هلا بما اني انا لابس كفوف خليه ينشف بحط الصنوبر عليه. اي ما لبستني كفوف. هيدي بتتقدم بهيدي شيء انا وياك بتتقدم بهيدي الطريقه. هاي بتتقدم حدا بهيدي الطريقه. صنوبر ناي. بنحطه على وجهه. مش محمص. هلا بيتحمص جوا.
بدنا ننتبه للستات اللي بتطلب اوقات كتير ديليفري بعزايمها، انه حلو تقدمهم بصحونة مش بالصواني الالومنيوم اللي بتنجاب. هذا في كتير ناس توقع بهيدي الغلطة. بعرف انه اوفر للجلي، بس ما لازم ابدا نقدم بصحون الالومنيوم. اكيد ولا لا ما بيسوى، ما بيسوى بالمرة. صحون الالومنيوم شو ما كان لازم ترجع تحطهم على جطاط عندها والسوي. مزبوط. هلا بنبلش بالشوربة. يلا. بنرجع بعدين بنبلش بحشوة السمك، بنكون بلشنا فيها. أول شيء بدنا شقف الزبدة. هاي الزبدة. لكي شو عندي ملاعق خشب كثير كثير. ننزل بكيس الزبدة هون. ليش بتدوب؟ على قوة الضوء. اوكي. ايه. ايه الإنارة هون. نحط فوق منها البصل. وبناخذ اتصال. نزلي لي هون أنا منزله. يلا نزله. بناخذ اتصال. ألو. ألو. بونجور. بونجور مدام. شيف أنطوان معك تلفزيون جديد. استحيت مدام. استحيت. شيف. ألو ألو. بدي نقطع الخط. مدام. نقطع الخط. نقطع الخط. هلا. بدنا نساوي كمان، نحضر البصل مع الحسك لشيله من جوا. يلا. بس لنساوي هاي الشوربة نطبقها على بعضها. حطينا بصل. عم تتحرك. فوالا. وهون عندنا المرقة جاهزة. بس وعي يحترقوا شيف. لا لا مش هيحترقوا. يلا. ولو انت شطورة. نضيف فوق منهم الثوم. فوالا. نضيف فوق منهم بعد شوي الكرافس. شو هالكرافس شو حلو. ايه. البطاطا بنصفيها. قولي الو. خدي لي اتصال جاي. الو. انا جاي. ايه الو. صباح الخير. صباح الخير شيف انطوان. معكم. ايه معك دكتور انور عبد الخالق. يا هلا بالدكتور. اهلا فيكم. تسلم. كيف الشيف انطوان؟ منيح بجنن لك باحلى حالاته. عسلامة عيني. تسلم. كيفك دكتور؟ مرسي. ان شاء الله تضلوا بخير يا رب. ينعاد عليكم بالخير. وعليك بالصحة والعافية حبيب القلب. اي بس انا عندي عتب عليك شيف انطوان. يلا لاي لاي قول. قبل شوي يعني حكيت مع مجرم بيئي يعني. اوكي. بطة ومقوس عصافير. هيدا عم بيخرق قانون الصيد. نعم. هيدا ضد البيئة. انا محلك ما كنت برد عليه. و هلا بدنا نحترم نحن هون الكل اللي بيتصلوا فينا. بس هيدا ومعذب. قانون. ومعذب. قانون. نعم. عم بيأسي البيئة اللبنانية. اوكي. اوكي. بدنا نترك شيء للأجيال اللي جاية. مزبوط. بس بطة مبسوط كتير بحاله. بس هلا أنا بعد ما شرحت له إياها. نعم. بعد ما شرحت له إياها. أنا أفضل إنه ما ترد عليه يعني صراحة. لا نحن علينا نرد الجميع بس لحد هلا بعد ما شرحت له إياها. تكرم عينك. ومناخد اتصالك بعين الاعتبار وبخاطر عيونك. ما بدنا تزعل دكتور. هلا بالوقت رح نسوي القطر. السكر. نحط فوق منه شرحة حامض. شوي ماي. دغري دغري مش اسهل منه. بس تيجي تحضري كم حلقة مع الشيف انطوان. خلاص اكل لوحده لوحده. عم نحضر لوحده. عم نحضر. يلا حركي لي هون شوي. حركي لي هون شوي. ايه. هاي القشطه صارت هون. هلا بنجيب جات ونجيب الصينيه عنا لنبلش شيل السمك. انا يلا هيدي القطر بده تحريك ولا بيمشي الحال؟ لا لا ما ماشي الحال. مش هتعبك. مش رح تعبك. بعدين بيقول اخر شيء بيقوم لي اللوس. لا بيجي لي تعبت لي المرأة. هلكتها. قطرت عم سوي شغلي بالبيت. الله يرحمه جدي كان يقول لي الستات ما بيشتغلوا. عادي عادي عادي. بنجيب جاد كمان من هون. اهم شيء الترتيب كمان بالمطبخ شغله كثير مهمه. هون بنجيب سكين صغير. شوفي هون شو بنعمل. هاي السمكة شايف البخار بتشحي. ريحتها بتاخد العقل. واو شايفي شو حلوة. بتجوزها. ما قلي قلب. انا ما قلي قلب. لكن استحيلي بس هاي الصينية هون. لان ايدي صارت سمك شوي هون.
من اللي معروف بس هي هي يلا منحط عليها شوفوا كيف السمكة هيدي إذا بدنا نعملها لعزيمة لازم تتحضر أيمتى عندي عشاء الليلة عندك عشاء الليلة مثلا بعملها هلا الأفضل الأفضل على الساعة 4 على الساعة 4 يعني كل ما كانت تضلي طازة كل ما أحلى هلا أنا أعرف تفلفل الرز تفلفل الرز بيتفلفل قبل بنص ساعة لا ولا فيه يتفلفل أبكر من موعد العشاء لا لا الفطار. أحلى يطلع ايه. طازة لا كيف شو بنعمل من سك السكين هون من جسه إذا سخن سخن ايه. ساعتها شو بيكون بيكون استوت استوت ايه. لا هي الحرارة بس توصل على السمك دغري بيكون استوى لك هي شو حلوة كمان اسم الله شكلهم هيك عن جد بشهي وريحتهم وهي ورقة الزبدة ما خلينا ورق الألمنيوم يلتصق فيهم شايف كيف بنعرف إن السمكة طازة؟ شو هالسؤال الحلو؟ شو هالسؤال الحلو؟ يلا بخلص بها وبعد عندي السمكة يلا أنا تركتها لنبلش فيها بعدين دغري فيها هلا أنا ما بدي نحرق حالنا بنبلش شوي شوي نشيل منهم هاي السمكة بدك شي شوكي لا 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 خلص يلا أنا لابس كفوف أنا مضطر هلا أعمل هيك شوفي كيف بتطلع معنا من هون فوالا شايفه كيف السمك بيطلع هيدا بلا حسك هلا بلا حسك هون في هلا بشيلهم بنرجع بنعمل عليهم ريتوش ليك شو حلوين شايفه الهبلي هون في حسك هلا بعمل لهم هلا هاي طلعت من هون هيدا الحسك اللي انا بدي اياه هيدا اللي بده يعطيني الخواص ايه وناخذ اتصال الو 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 بونجور بونجور معك ست كارمن تلفزيون الجديد ومع الشيف انطوان مساعد الاتيكيت اليوم سلام شيف انطوان يعطيك العافيه الله يعافيك حبيبي شوفي هون كيف طلعوا ستي عم تعمل اليوم كنتاكي يعني دجاج مقلي وعم يطلعوا معها طيبين بس مش عم بيقرمشوا كثير فيك تعطيهم مش عم بيقرمشوا تقليهم مرتين بس تقليهم مرتين بصير يقرمشوا اوكي شكرا اوكي حبيبي تكرم سلم لي كثير على ستك هون في عنا سبع حسكات بنعدهم ايه والله ايه بس تعديهم ويطلعوا معك كلهم بيكون خلص هاي لواحد من تحت وهيدي لهون شو عم نستفيد ايوه هلا بتاع اكلة فوارغ اتيكيت مقادم تعمليهم او بانهم الاتيكيت مش موجودين او حرمتي منهم لا لا لاني نباتيه بسكتيرين مش نباتيه باكل سمك ما بعملهم هيدول بس ما بطبخهم بس اوكي ممكن ينعمل عزيمه ويكونوا موجودين على الطاوله برافو عليك هلا هلا بسطيني ما فينا نجيب الضيوف ونقول لهم سوري ما باكل لحمه ما باكل لا ما فيك بدك تعمل بدك تنوع رح تعملي من قيمتهم اكيد بدهم نعمل من قيمتهم اكيد قل لي شو بدك بس يعني بدي اعطيني جات من هون اللي معروف افتحي لي هون لان ايدي افتحيها ولا بدي ما تنسي اعطيني جات من هون بدون الحامض بنحطهم هون بدون الحامض اكليل الجبل فيه يحطه لا الحامض اذا غليته معهم بمرمر اوكي هودي هلا انا بدي اغليهم بعد كمان هاي السمكه منحطون ولا لا بعد شوي بعد شوي بعد ما خلصنا بعد ما خلصنا هيدا الراس فرفطنا ايه هلا مثلا الصبية الشاب عم بيسأل عن الكنتاكي نعم ما فيك تروح على الكنتاكي تقول لهم وين الشوكي وين السكين مزبوط بدهم دجاج اكيد بيتاكل خليها تقليهم هلا برجع بقول لها خليها تقليهم مرتين بصير يقرمش معهم وتحط لهم شيء على الوجه ثلاثهم بنشا الذرة طحين طحين كبايه نشا الذره لك 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 شو حلوين بشرفك ايه. لك لك هالهبلي اسم الله ايه لك. كتير بس انا هودي ما فينا بشوكي سكين نلبس كفوف ومنسويهم ايه. نوصيلي هالنار شوي هاي هي لك شو حلوين
وهلا بنتوقف مع محطة إعلانية ومنتابع حلقتنا مع ملكة الاتيكيت كارمن حجار. وين كيفنا؟ تابع حلقتنا انا والست كارمن. شو صار بالطاجن؟ اقول لك شو صار. يلا على السريع على السريع منيح انتبهنا هي اول شيء الطاجن خالص على طول. ليك شو حلو هالطاجن هذا بيتقدم مع السمك. هلا بدنا نرجع للسمك. بعد ما خلصنا بنعمل الصلصه هون زوم نستعمل منها للرز ولا نرجع للبصله. هلا هيدي البصله بدنا نحرقها ولا ما بدنا نحرقها؟ بدنا نحرقها. قد ايه بدنا نحرقها؟ على الاخر؟ لا على الاخر بصير الطعم غير شيء. بدنا تضلها مقبوله. ما في بهارات نحطهم ليسمر الرز بلا ما نحرق البصله؟ كله رح يشتغل هلا معنا. ايه لا انه شيء يبدل عن شيء اصلي. لا هلا بتشوفي كل شيء تحت السيطره. على الاصول. على الاصول، ما ترضي الا كل شيء على الاصول. يلا. حركي شوي. فوالا عم نحرك. هاي الشوربه خلصت، نحط لها ملح وبهار وخلصت. اه ما ملحنا. بدها بندوره، ما ملحنا. ايه على الاخر بنملح على الاخر احلى، الا اذا كان عندنا لحم او دجاج، ساعتها بده يكون قبل من البدايه. او الفاصوليا بيكون محطوط معها قبل. ايه هلا بقى على الافطار شوفي شو بتطلع طيبه هاي الشوربه. ايه هون عم انا بشرح لك حاطط فيها عظام الدجاج، بدي طعميكي منها وتشوفي شو بتغذي. هيدي شو رح تحكي؟ نزل علي إليه بتعرفي ليه؟ لأنك مشان تاكلي تصيري هيك مع شوي. أنا قصتي خواص. مع اللحمة ما بعرف من أنا وصغيرة صراحة كنت أكلها قتلة لآكل لحمة. آه لا 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 ما بتزبط بلا قتلة مع الوالدة ما بتزبط. ألو بونجور. بونجوريني أهلا وسهلا فيكي، مين معنا؟ أنطوان. زبت اليوم لحمة لتسوي فيك تقلي شو بدي انقعها؟ اول شيء شو هي اللحمه؟ لحمه بقر. بقر فوفيليه او وجه فخذ شو جبتي؟ ايه فوفيليه. يلا قد ايه الكميه؟ كيلو. فنجان قهوه خل. نعم. نص فنجان قهوه عصير حامض. نعم. نص فنجان قهوه زيت نباتي. نعم. ملح بهار ابيض، حطي معها ملعقه صغيره بابريكا حلوه، اذا بحب جوزك الحر حطي له نتفه صغيره حر. إذا بحب إذا معذبي كتريلو. شوفي شو هيدا الست كامل كتريلو. حرحري عليك. لا حرام يزعل. اخلطيهم كلهم سوا مع بعضهم، نتفه صغيره برجوزتي، نتفه صغيره كبشقرن فول، نقعيهم من اليوم لبكره، بكره شويهم على نار قويه، ممنوع نار خفيفه، اوكي؟ ميرسي. تكرم عيونك واهلا وسهلا فيكي. يا هلا. شرفتي. هيدي قلية البصل على نار قوية. قوية. يلا أنا حاخد عنك. هون القطر خلص؟ خلص. إيه بنحطه على جنب ولا بدك إياه؟ يلا بنحطه على جنب بس. لما يكون بطريقة. روقي 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 روقي. يلا روقي. أنا رايقة. ليكي الجديد شو جاب لنا. شوفي حطيها. هيدول رح نجيب من هون القطر القشطة. هلا بدي عزبك تلبسيلي لهالايدين الناعمين كفوف، بدنا نعلمك تساوي القشطه لتصيري تسوي له بالبيت. يلا لإلي بس بدنا نركب هاي على النار قبل. من اطيب حلويات الرمضانيه هي زنود الست. والقطايف. والقطايف اطيب. طيب هلا اني خبريني، اعتبري انا معزوم بدي اروح على الافطار. مزبوط. شو باخذ مع زنود الست؟ هلا فينا ناخذ اشياء حلويات عربية بهالشهر الكريم المبارك. نعم. وفينا إذا الأفضل أنه ناخد هدية للبيت، لأنه أكيد ست البيت حاس بحساب بحلويات عربية. نعم. الأفضل أنه ناخد أرانجمان بلح شوكولا أفضل. لما يكتر عليها شوكولا $70 ما نجيب. عجبك كله غليان. كله غليان بس الأفضل لما يكتر. نحط هودي مواد عطريين فوق. كملينا ملي معنا. لما يكتر الحلو على ست البيت بتعرف بهالشهر الفضيل. مزبوط. ما بدنا يكون في حلاوة الجبن وقطايف وكله بده يخلص كله مع بعضه. لهيك الأفضل إني أنا أجيب هدية ما لها علاقة بالحلويات الرمضانية. أرانجمان، هدية للبيت، فانوس، ديكوراسيون، أشياء هيك من هيك أفضل. هلا في حال جبنا، أنت سألتني تحت الهواء، في حال جبنا زنود الست. نعم. هل يا ترى ست البيت بتحط الصينية على الطاولة
ولا هي بتقدم زنود الست تبعها؟ لا بتحطها على الطاولة. برافو. ولا هو الشيف أنطوان بيعرف. برافو عليك. ماشي على الاتيكيت معي. على الاتيكيت. ناخذ اتصال. ألو. يلا. ألو. بونجور. هل حسك كله منزله هون. بونجور. ألو. شيف أنطوان معك. أهلا وسهلا فيك عيوني. انقطع الخط. شكله انقطع. لا لا لا. ألو ألو. ولك وينك يا ألو؟ شفتي هون شو عم بيصير؟ ايه. هلا عضام بصير كل العضام عم نقليها مع الراس. ايه. مع كل شيء. وهلا بنحط لها مي. بقى دايما الضيف بيتوقع يشوف الغرض تبعه على الطاوله. ايه. لهيك ست البيت لو عامل زنود الست بتقول هيدول زنود الست شغل ديتي، وهيدول زنود الست جابنا اياهم الشيف انطوان من عنده. بقى دقولي مين الأطيب مثلا بهذا الشكل هيدا. مزبوط. ما حلو ما نضيف من الغرض اللي من جيب. هيدي خلصت. ننقلها لهون. هالمكونات ماشي على الهواء اللي عم يشوفوها هون للسمك. سياريه السمك كيف يسووها. هلا بدي حسبك تلبسين الكفوف. يلا لنعلم شوف كيف نسوي زنور الست انا وياكي. يلا بتكون غلت الماي لنشتغل فيها. هيك وهيدا صغير منكبره ومن كل شيء عندي. كل شيء عندي. كل شيء بس قولي شو بدك. كل شيء عندك. كل شيء عندي. يلا هلا مكونات شربت البطاطا والكرافس يلي خلصت. زنود الست. وهلا زنود الست. يلا البات خالصة. بات خالصة هي بتجي. ايه. من عجينة البقلاوة. عجينة بقطعوها صغير. مقطعة خالصة ولا نحن بدنا نقطعها؟ لا مقطعة خالصة. إذا بتطلبيها مقطعة، وإذا اجت من عجينة البقلاوة هن بيستعملوها. يلا. هيدا الصحن ما شيله ما شيله لزوم. ما له لزوم. يلا. هلا. نجيب خشب نشتغل عليها أو جاط. هي جاط. نشتغل على هي ومنحط على هي. هي العجينة. بدنا نحط شقفة هيك تكون عريضة. هيدي فينا نطبقها قبل بيوم. هيدي قبل بيوم تتسوى. ايه. دايما دايما الست اللي عندها عزيمة مش تترك حالها لاخر تكي لتكون هلكانه وقت ال وقت الافطار وتجي عرقانه وعرقانه وتعبانه ومدري كيف مش عارفه شو بدها تساوي وتحسس الضيوف انه انا هلكت كل النهار. كرمالكم كرمالكم. هيدا الشيء ابدا منو حلو. منو حلو. لازم هي تحضر قبل بيومين. في قصص كثيره ممكن نعملها قبل بيوم لتكون مرتاحه وقت استقبال على وقت الافطار. تكون مظبطه حالها، البسمة على وجهها مزبوط ولا لا؟ مزبوط. عم تستقبل بالأهلة والسهلة. والضحكي. والضحكي تستقبل بالأهلة والسهلة تشوفها. نعمل هيك. عم نحميها نحن هيدي. ايه. نجيب. على شكل صليب هون ولا تي؟ لا. تي. مهم تي. 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 ايه. بلكن لأنهم هيدول قليلين العرض ولا كله هيك؟ لا بيجي. كله هيك. كله هيك بيجي. نعمله هيك. هاي بنعمل لها هيك. كيف جمدت هالقشطة على الاخر. انت حركتيها. انت حركتيها. قالوا لي ليه ما تقول مش ماني شاطره بالاكل. شوف شو عملت مع الشيف. لا لا شطوره. وهي بنعملها هيك. ولا اهين. شفتي شو الحلوين. وحطيناها هون. هلا بعد شوي بنقليها. يا حامل وحده تاني. حلو كتير. هيدي هيك. وهيدي الطويله هيك. وحلو الرجال يساعد مرته شوي بالمطبخ. أكيد ولا لا؟ أكيد. ولا لا؟ ولا لازم يساعد. خاصة إذا عندها عزيمة. إيه لازم يساعدها. على القليل بشريط الغراض. شو بعرفني؟ أقل شيء. طيب شو الاتيكيت إذا الرجل صار يتدخل على طول المطبخ؟ هذا منيح الاتيكيت أو لازم يتدخل؟ كل الشباب شيف أنطوان هلا كل الشباب عم بيشاركوا حالهم. يعني بطبخات ما بعرف بقصص حلويات
بتلاقي انه عندهم عم يشتغلوا شغف، عم يشتغلوا شغف، عم يصير عنده شغف عن جد. كل هيدا انا خليت العالم تحب الاكل عن جد. ايه؟ عن جد صراحه عن ايه شيء صار. اي هالجيل الجديد بتلاقي بالزمان قبل ما طلعنا على الشاشه الصغيره سوري نعم. ايه ما كان حدا يعرف شيء عن الاكل. معك حق. ايه؟ معك حق. لا بتحس هالجيل الجديد هيك عنده نخوه على المطبخ مزل. وهذا شيء حلو المشاركه. طيب ست البيت عم تشتغل، الست عم تشتغل برا، مش غلط انه جوزها يساعدها بالمطبخ. شغله حلوه. هلا بدي منك شغله، هيا رجع على هون. ايه شو بدنا نعمل لها؟ اول شيء لتسخن، وثاني شيء بدك تحطي لي مزهر وموارد. هيك هي موارد وهي مزهر، ليطلع القطر في موارد ومزهر. نسينا نحط لهم. لا ما نسينا. ايه. يلا قد ايه بدك الكميه؟ قليله. انت نازله. ايه بزياده بزياده. ناخذ اتصال. الو بونجور شيف. بونجور. بونجور كيفك يا شيف؟ كيفك يا ميري؟ ولك منور الشاشه، احلى شيف بالكون. تسلمي تسلمي، هاي من معزتك يا ميري. كيف تلاقي الله يخلينا اياك ست كارمن لك المدام لحدك. تسلمي تسلمي. كل الموظفين بالجديد كمان. تسلمي. بدي منا كبه اجنبيه تعملنا، لان هاي بنعملها على العيد. تكرمي عيونك. الله خليك شيف بخاطرك. وصوم مبارك ورمضان كريم. ميرسي لإلك. بهطل لي احلى احلى، بهطل لي احلى. يلا باي شيف. باي عيوني. باي مرموره. باي باي. صوتها قوي مرموره. ايه اسم الله عليها. ايه اللي شو بدك نعمل موارد. ايه خلص ايه. نرجع نشيله. يلا ينعاد على الجميع، لانه كمان التنين في عيد البشاره كمان. كمان عيد البشاره. ايه في اجلوه. لا اجلوه قولك. ما عندي فكره. انا سمعت انه اجلوه يوم الاحد. ايه بلكن لانه يوم عطله رسمي. بقى بيعملوه التنين. معقوله معقوله. يلا وهيدا بنحط القطر هون. قلت لي انا بدي اعمل، ما خليتني اعمل شيء. في فوت هون على الخط. يلا فوق. اكيد اكيد. يلا اكيد ولا ولو هيك هيك. فوالا. يلا هاي خلصت. هلا بنجيب طنجرة لنبلش بالسمك. شوف فرجيني شو صار عندي. لك وين؟ يا عم شو هالستة؟ شو هالاتيكيت هاي؟ بتجني. شو هالاتيكيت؟ يلا يا عم اتكل عليك يا زهيك. يلا خليني اشتغل هون. يلا. انا يعطيك العافية. الرز عم بيقول لي دخيلك وينك؟ دخيلك وينك؟ تعال عندي عم بيقول لي الرز. الرز هيدا بيتفلفل اخر تكي بالعزايم. مزبوط. وانا هلا اخر تكي. ايه مزبوط. وبناخذ اتصال جديد. الو بدك. الو بونجور شيف. طبعا بونجورين. يعطيك العافيه. الله يعافيك عيوني. بدي اسالك سؤال، السمك قديش حطيته بالفرن؟ ثلاث ارباع الساعه، 45 دقيقه 50 دقيقه. حراره قديه؟ حراره 180 ل 200. اوكي شكرا. تكرمي. اهلا وسهلا فيك. يا هلا. اهلا وسهلا عيوني. بنصفي الارز. بول. انا خلص شو اطلع نعم يا شيف؟ مش هتخلص عندك الست كارمن بدها. يا عمي اسم الله عليك. هي هتخلص لك كل شيء. على الحلو وعلى الشوربة وعلى حطينا وعلى المين كورس. تسلمي تسلمي. دايما الشوربة اساسية برمضان، كثير مهمة. ليك 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 ريحة ولا اطيب. عم نشتهي بس بدي انطر للافطار. انا مش قادر، ماني قادر. انا هلا بلش. يلا بنحرك الرز هون. هدول مقطشين شوي. مقطشين خليهم على جنب. بعدين بنعملهم فينا نفتفتهم ونحمصهم ونحط عليهم شوية قشطة كمان. يطلع موديل تاني. صار عندنا صنفين حلو. برافو. صار عندنا صنفين حلو. ودايما بنحط ملح. يلا. بنسأل دايما. نعم. إنه الضيوف أي ساعة بدهم يجوا على وقت رمضان. هاي مواد عطرية بس لنقول لهم. ايه. كمان هون بنحط ايه. مواد عطرية. واو. نعم اي ساعه بيجوا. لازم دايما على عكس العزايم العاده العشوات بالعشوات العاديه دايما الضيف بيجي شوي مؤخر، ربع نعم. ساعه مؤخر عن الموعد العشاء، لحتى هيك ست البيت تظبط حالها اخر حطينا كراويه كمون سوري. نعم كملي. ايه بهار اسود. ايه لازم يجوا قبل. مزبوط. بس على وقت الافطارات لازم يجوا قبل. ايه؟ وللاسف للاسف منلاقي كثير عالم عم تتاخر. لازم مفروض يجوا قبل الترم ربع ساعة ويكونوا قاعدين. يكونوا قاعدين قبل ما يأذن. فوالا يا عمي أنا شو مبسوط معك.
يعني انا اللي مبسوطه هالقطايف انا اللي مبسوطه هون حطينا كلاويه كمون بهالاسود حلو قرفي نعمه ونقول الو وحبيت اللون اللي الو الرز صاير الو بونجور الو انطوان بونجور هاني اهلا وسهلا فيك يا عيوني الف عافيه الله يعافيك يا عيوني تسلمي شيف انطوان اذا للمعمول ولا لقراص التمر نعم بفرن الكهرباء وين بدي احطهم بالنص او على الواطي بالنص نعم ودور لهم المروحه والحراره من تحت مش من فوق نعم ميرسي كثير وعقبال كل سنه ميرسي لنا وإليك ميرسي نشكرك نشكر محبتك عيوني نحن بنحبك تسلمي يا هلا فيكي في المدام اللي سألت عن الأرنبية ما جاوبناها من جوابها يلا بس نحط مية السمك هون بدي نطبخ الرز ولا يحيجوا المعزين مع الإفطار مش رح لحق أنا وياكي معقولة شايفي هيك وحبيت لون الرز كيف صار ها ما احترق البصل ممنوع يحترق ايه. يعطي لهم في بس في طريقة في ناس بتحرقوا بتعصروا مش حلو هيك بدي ضل هيك مش صحي حلو أشقر ومش صحي برافو مش صحي البصل المحروق مش صحي ومن بعد منضيف مية السمك مع المواد العطرية مية عظام السمك بس لنوضح للرز بتوقف عم حطة إعلانية ومنتابع حلقتنا أنا والست كارمن ملكة الاتيكيت يا عمي تسلم عبر الجليد منتابع حلقتنا أنا والست كارمن ملكة الاتيكيت روايح غير شكل غير عن جد روايح أنا نقول الرز لهون نار خفيفة حطينا له كل المطيبات كراوية كمون بهار أسود حلو قرفي نعمة وهيدي هون وهيدي حبلش فيها بالصوص البني في كتير ناس ما بيعرف يساوي الصلصة البنية ايه. أنا حاملها على أصولها مع ايه الصلصة ايه أنا البنية أنا مقصد جاي لحتى تتعلمين على أصولها ايه. نضيف الطحين على الزبدة بنحركها هون بطفي النار معش بدي خليه يتحمص الطحين ويصير لونه شوي أشقر اي تحريك مستمر تحريك مستمر هاو خلصنا طفينا النار وهي شليها من هون لهون طفينا النار هلا بدي احمره انا ما كنت عم تسالني عن زنود الست ايه؟ فينا ناكلهم بايدنا اما اذا, إذا منهم كتير عليهم قطر وكتير عليهم زيت مثل القطايف بيتاكل ايه بالايد بيتاكل بالايد ايه انا بحبها بالايد مزبوط لا في كثير قصص لنقلي زنود الست يلا بينشوا هيدول الشهر وبينشوا بس دائما القلي قطب انا صريح يخرب ذوق القلي بزياده يا اختي بكفونا يخرب ذوق القلي يخرب ذوق القلي شو طيب هالقلي انا صراحه بفضل الشوي اكيد ايه. بس صحي اكثر بس اطيب بس ايه سبحان الله زنود الست ما فيهم بدهم ينقلوا يلا اشرحي لي الكفوف اعملي معروف شلحنا مش رح اشغلك بالكفوف بقى خلص انا بدي اشتغل بالكفوف لوحدي يا عمي بنساعدك ولو ما بالعكس بالعكس اتس بليجر شيف هلا بدك انا وقفت حدك يلا هلا بتسكبي لي الشوربه يلا وين رايح ما مطير هون نجيب الشوربة يلا نحطها هون فيها ملحة فيها بهارة تسكبين لنا إياها غير شكل صارت أنا بعطيكي كبشة لك وينين الكبشات أهم شيء بالعزايم هلا بدنا نخبطها شيء ولا مثل ما هي مثل ما تحركيها مثل بس ما هي وهي الجات يلا هيك إذا تأخرنا يسكبوا الشوربة بكير ليه يبلشوا بالشوربة الناس ايه ولحقوا ونحن وعم ناكل الشوربة طبعا نشرب الشوربة او ناكلها ما بعرف ما مننفخ هيدي مش بالاتيكيت برافو يعملوا لها هيك لا ما فينا شفتي على الهوت حلو ليك عم يسحبهم بسرعه على ما فينا ننفخ يلا ما منشروي ما مننفخ ممنوع ما بنعمل اصوات هيدي اهم شغله نحن وعم ناكل ما منطقش في كتير ناس قالوا لي بليز شددي على هالشغلة على التلفزيون للأسف في كتير عالم تاكل شيف أنطوان بتعمل أصوات نعم حرام تبقى منا منتبهة ايه منا منتبهة مش بقصدها ايه مش بقصدها وما بتعرف انه عم تعمل أصوات بقى لازم ننتبه على هالشغلة هلا بشرفك هالشوربة كيف
تاخذ العقل لونها كثير اكيد اكيد. لا عن جد عم كثير على الشغله. انا عندي هيك محسسه من شوربة الدجاج هيدي هلا عم صبها مني متضايقه ابدا. ريحتها كثير طيبه كثير طيبه. سلم دياتك تكرم عيونك. انا كم عندي كارمن يا عمي تسلم. ريحه بتشهي فيكي على طول على التي في بحضرك الصبح بس تطلعي من المقابلات على لأنه كلامك حلو. أكيد ما أنا على الجديد ما أنا وين عم بحكي وين عن الجديد. هلأ كل الأكل بالعزايم إذا بقي أكل شف شو نعمل في مزبوط بدي أسألك السؤال وملتهي عم بركض أنا. حرام حرام نزت الأكل منحطهم بتبروريت. إذا المعازيم على الإفطار بخصونا مش غلط نعرض عليهم ياخدوا معهم لتاني يوم او نحطهم بخصونا قرايب يعني. ايه قرايب لازم هلا تشوف شوي بعاد ما بنعمل هالشغله ما بنحملهم اكل عيب. بس اذا كانوا بخصونا مش غلط نحملهم اكل وبنعطي لكل المحتاجين للنطور بلكين بالحي بكل حي في ناس محتاجه. بقى الاكل حرام ينزت. الحلويات اللي بتكتر علينا الاكل اللي بيكتر علينا بموائدنا لان بدنا نكون كرمه شايف مزبوط. ما فينا نعمل صنف واحد ما بننبسط اذا بناكل لوحدنا وغيرنا مش عم ياكل exactly. ما بننبسط اكزاكتلي بقى لازم نعطي المحتاجين لازم نعطي الناس اللي هي محتاجه بالحي بلكن عندنا في ناس دائما منخصصهم. نعم هلا في ناس بتقول منخصصهم بالاول ولا بالاخر. انا بفضل بالاول فينا بالاخر فينا بالاول بس انا عم بحكي عامله عزايم عامله سفره طويله عريضه نعم. مش غلط خصصهم بالاخر من جات الديزون الصياديه اللي عملته مش اهانه ابدا نعم. بالعكس انا حتى في اكلهم ثاني يوم ايه نحن ناكلهم يعني بيكونوا نضاف بيكونوا نضاف اكيد. شو رايتي لي بياخذوا العقل هولفي مش هيك لفي عن جد شفت يا للوس شفت يا ليك وزنود حرزانين وزنود حرزانين ايه في منهم كبار في منهم صغار حسب الزنود مش على قياس مزبوط ايه. لا حلو كتير هاي اول مرة بعمل انا زنود الست صراحة. يلا دايما في اول مرة بالحياة دايما في اول مرة بالحياة يلا هلا منحشيهم لهون. هيدي الطنجرة وين بحط لك اياها شيخ خلصيت خليها انا بشتغل فيها انا بشتغل فيها ها لا انه بدك انه نضب على جنب لا انا بشتغل فيها لا يهمك. هاي شلناها لهون بردت هاي مع شيلها الزوم هاي حطيناها هون الشوربة ست كارمن غير شكل لك شو حلوه تحكي لوحدها. هلا بنحط حد منا هودي زنور تعي بلش شيلي لي اياهم لهون يلا هيدي مثل هاي شيلي هيك يلا احمروا انا احط في النار يلا ومناخد اتصال. الو الو بونجور الو بونجور يعطيك العافية الله يعافيكي. لو سمحت شيف انطوان نعم بدي اعزمك بدي عزيمة التارت لك تكرم عيونك. يلا ميرسي يعطيك العافية. في المغربية كمان مش ناسينا يلا تكرم عيونك. باكيه زبدة صغيرة كوب سكر بودرة مش سكر عادي تخمزيجين منيح مع بعضهم بعدين بيضة شوية فانيليا شوية برش حامض برافو يعطيكي جاد تسكبيلي اياهم فيه. اسم الله عليك موسوعة تستمع. يعني الوصفة عند الشيف انطوان اسرع من جوجل دغري بتطلع دغري بتطلع معنا دغري بتطلع. يلا هون هيدول منحركهم اصبح بكيه زبده صغيره حركي لي لكون انا صفيت لك هولي يلا وترجع تزيني لي اياهم على ذوقك. يلا كبايه سكر بتنعكوا منيح مع بعضهم فانيليا برش حامض واخر شيء بتحطي لهم 300 جرام طحين مع بيضه وحده وبيطلع عندك اطيب عجينه السبله. تكرمي ما تنسي الفانيليا وبرش الحامض ضروري. في ماري طلبت الأرنبية لماري تكرم مرمورة تزعل ايه هلا بتزعل بدها تعملها على العيد بشير بشير. نعم بدها تعملها على العيد على العيد يلا
هيدي بفتكر ما بعرف بدها شوي بعد بدها شوي يلا انا بعطيكي مي وبناخذ اتصال. الو بونجور شيف. بونجورين بونجورين. نحن كتير معجبين فيك يا شيف. تسلمي. كلك ذوق عيوني. خلينا اياك. مين معي؟ معك مدام يونس، عم بحكيك من قطر. يا اهلا وسهلا فيكي. اهلا وسهلا فيكي. تحياتنا لكل الجاليه اللبنانيه والعربيه الموجوده بقطر كمان. مزبوط. ميرسي. تسلمي. انطوان فيك بس هيك تعطينا هاو شويه عصير حامض شوي صغيره كيف بيعملوا كبه الراهب، بدنا نعذبك لو سمحت. تكرمي عيونك. ميرسي. تكرمي. يلا نكمل مغربيه وبرجع لها. يلا هون فينا أرنبية. إيه. فينا نحط شوية زيت منهم هني لأنه ديرون كتير منيح للصنوبر. مش ضروري كلهم أنا أشيلهم. حطي لي صنوبر فوق أعملي معروف. كلهم ولو كلهم معقول يعني أنت كلهم. جاي لعندي ما ضيفي كلهم يعني الصنوبر القوي كلهم. يلا برافو. قوي قلبي وحطي بتوقف عم حتى على نية وانتبه حلقتنا أنا وملكة الاتيكيت كارمن حجار. منتابع حلقتنا انا والست كارمن حجار عم نعمل لها اطيب صياديه اطيب زنود الست زنود الست واطيب شوربه. عن جد رويح ما بخبركم. السنوبر لك كيف عم يتحرق الحكي لايك. مش مثل 40 دولار 50 دولار مين زين 60 دولار مين زين. ما الله عليك لايك السنوبر لايك شو حلو. ما الله عليك عم يتقلم. هون عندنا الرز خلاص مطفي عنه النار. نحن هون عم نحط قطر ل زنود الست. مزبوط هالقد منيح لك بجنن لك. شو هالست كارمن يا عمي؟ شو هالست كارمن؟ تسلم. بس صير ست كارمن وشيف انطوان سوا مع بعضها. يلا شرف لإلي. تسلمي عيوني. هون انا سويت لكم الصلصه البنيه يعني صار في للصياديه صلصتين اما الطاجن واما الصلصه السمراء بيقولوا لها فيها شويه عصير حامض. هي الصلصه الحره ما بتلبق مع الصياديه. لا ما بتلبق حر. لا بناخذ اتصال. الو 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 بونجور. كيفك يا شيف انطوان؟ منيح كتر خير الله. مين معي؟ معك اللي حبايه من زحله. يا اهلا وسهلا فيك حبيبي للوس. وكمان بحيي المدام اللي معك. تسلم. ست كارمن. نعم انا بس تربان لاقول لك يعطيك الف عافيه على طول بتابعك كل البرامج. تسلم كلك ذوق. وشحب الزود الست كتير مأمرة. شايف لايك لايك لايك. عن جد ست ولا كارمن عملتهم مش انا. ولا ست كارمن ولا اهين. ست كارمن. شيف انطوان بس بدي اسالك سؤال. نعم. اذا مدامتي تعمل لي اكل ما بحبه انا. نعم. وطلعت طيبه شو بعمل؟ بتبوسها. هلا هيدي معروفه. خلص بدك تبوسها. شو هينه ولو. انا انبسطت انه حكيت معك وكتير يعطيك الف عافيه. تسلم. وعطول بتابعك. حبيب القلب. حبيب القلب. يعطيك الف عافيه. سلم لي علي رمضانتك. عم تعمل لك اكل كتير طيب. اكيد لما هيك ما بعدها معي 38 سنه. برافو. خليكم لبعض. الله يخليكم. ميرسي لك. باي. هاو منحط شوية ماي حنسكب السيارية هلا. على طول منتشكر زوجاتنا امهاتنا على الاكلات الطيبة اللي عم بيعملونا اياهم حتى لو كانوا شوي مش طيبين. هيدي بالاتيكيت. لا لا طيبين. هلا اكيد يلا اكل الشيف انطوان طيب كثير. العالم بلشت تلاقي لك كيف عم توفى. العالم بدي اعزمك تحطي لي هون فستق حلبي. اعطيني اياها خلص. القطر اللي بده زيادة بياخذ. بس فوالا بده زيادة بياخذ. زي لي عزوقك. دايما بنتشكر اللي طبخ على الطبخة الحلوة ما بننسى. بناخذ اتصال. الو يلا. الو يعطيك العافية شيف انطوان. الله يعافيك. اهلا وسهلا فيك عيوني. شيف انطوان سألوك عن المعمول، هل يا ترى القراص التمر نفس الطريقة بفضل الكهرباء؟ ايه بس أهم شيء التمر بينعمل بعجينة طحين الفرخة على الحل. نعم أفضل. نعم. وقدي الحرارة منحط؟ 200 منيحة. 200 بده من فوق شين ولا؟ لا تحت بس من تحت. هلا إلا إذا كان الفرن منه كتير منيح عنا وحسينا إنهم مش عم ياخدوا لون من بعد ما تخلصي بترجع تعمليهم شوي من فوق. ماشي كتير يعطيكم ألف عافية. تكرم عيونك وينعاد عليكي بالصحة والعافية. عن جد ينعاد على الكل بالصحة والعافية. وحلو المعمول ينعمل بالبيت. نحن منقول بركة
هلا بينشرم بالاسواق بس بالبيت في هيك بركه العيد حلو الذكريات هيدي نعمل المعمول بالبيت ونتبع طبعا رشيدات شيف أنطوان. ايه شو هيني والاتيكيت ست كارمن ايه المعمول اكيد بالايد لا شوكي ولا سكينة خدوها وكلوها ايه. واعملوا وصحتين والف صحتين. صحة والف صحة لا ما لازم نعقد حالنا بالاكل بالاكل بالشوكي والسكينة هلا اكيد لا نسكب شو هالحلو حلو هيدا شو هالحلو عندي شو هالحلو غير شكل فكرة حلوة كتير واو شو هالحلو عندك بس نور الست يي يي انا هيك مزبوط عم بعملون يي يي ولك اكثر من مزبوط اكثر من مزبوط اكثر ملعقة صغيرة مش شوي اكثر من مزبوط يلا بلا ملعقة ما بدنا يلا بايدك بايدك بدنا نشيل شوي الاتيكيت اليوم اعياد اعياد عنا هلا الستات اللي عم بيطبخوا طبعا لازم يدبوا شعراتهم هيدي دايما بذكرهم فيها مزبوط. بس على الاكل ما بنضب شعرنا ايه؟ لازم الاكل يطلع لعنا ما بنوطي ايه هو بس يطلع. بالطبخ اطلع اطلع على الاكل اطلع يا زنود اطلع اطلع لفوق بس نحن وعم نطبخ هلا انا هون مش بالحساب عم بطبخ عم بتفرج على الشيف شوفي, شوفي شوفي واو واو شوفي واو. شوفي شوفي واو بنجيب شو هالحلاوه موجوده هون نعملها هيدي لا من هون وقد ايه مهمة البريزنتاسيون شيف أنطوان بالأكل كثير مهمة تعطي شهية للضيف أكيد لايكي شو حلو لك وينهم هالسنوبرات لايكي شو حلو لايكي لايكي يا يا فرجيني زنودك فرجيني سلم إيديك شي بشهي فرجيني زنودك فرجيني فرجيني إيه هون ناخذ اتصال جديد ألو أنا خلصت ألو بونجور بونجوريني ألو سهلا كيفك شيف أنطوان؟ منيح كتر خير الله وليك ميرسي نحن دائما بنحضرك تسلم حبيب القلب تسلم وحبينك عطول بالاكلات اللي بتعملها وبنتشكرك على الضيفه مدام اتيكيت اتيكيت كلها كل الاتيكيت يا هلا اهلا وسهلا فيك حبيب القلب ميرسي بس مين معنا؟ ما عرفنا مين معنا برنار يوكيم اهلا وسهلا فيك من وين عم تحكينا يا برنار؟ من عجلتون نعجلتون اهلا وسهلا فيك فوزاني برنار هاي برنار كيفك يعطيك العافيه ثانك يو طلع بخصي وبخص الشيف أنطوان مين ما بخص الشيف أنطوان اكيد نحن بنحضرك دائما تسلم تسلم حبيب القلب سلم برنار نشكر غيرتك نشكر محبتك حبيب القلب هلا هودي فينا نعملهم نبقى بجات الثاني صغير بس هلا يخف عن الطاوله ويشيلوا منه الضيوف ساعتها بيكون في عنا الجات الثاني اللي هو بيكون معه كيف هالسفرة بتقلي إياه؟ تاخد العقل عن جد سلم ديتك أهلا وسهلا عن جد شي بشهي شرفتي عن جد بتحمس على الطبيخ بتحس إنه شي سهل منه يا لطيف منه كتير صعب منه كتير صعب أبدا يعني أنا صراحة زنود الست هي أول مرة بعملها بس خلص رح أعتمدها من هلا هلا بعد في شغلة طلبتي مني شغلة وكيف نعرف السمك طازة مظبوط رح البس كف ونفرجي الجمهور قبل ما ننهي حلقتنا يلا ايه يعني اذا منا هالقد واثقين من ال وبعدين بنقول لهم صوم ورمضان هيدي هلا عرقانه ايدي نسيبي يلا اول شيء هالسمكه بس تكون عينها لك فيه بالرئه بتكون طازه اوكي هيدي اول اول شغله اول خياشيمها هون بس تكون حمراء أيه. كمان لميعة مش هيك ميتة أيه. كمان أيه. طازة أيه. احلى شيء احسن ما يغشوه اذا كان سمك كبير بنحط اصبعنا ونشيله أيه. اذا اختفى محل اصبعنا يعني السمكة طازة وهيك بنكون من برنامج الشيف أنطوان عنا على الجديد ست كارمن كانت ضيفتنا اليوم هالست المحبوبة تسلم. انا بشكرك من كل قلبي على مشاركتك لايك لايك زنود الست عم يحكي ماشيين بالشوارع ويقولوا من الجديد طلع زنود الست مع الست كارمن أحلى زنود ست أحلى شيف حلقتنا اليوم انتهت بنقول لهم صوم مبارك انا وياكي وافطار شهي بكرة ضيفنا عطول في ضيف جديد وبكرة الجيش هو ضيفنا يا هلا يا هلا ونقلكم باي باي انا والست كارمن قولي باي 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 للجديد وكل اللي عم يحضروا الجديد باي.